أولاً يجب أن أقول أنني على استعداد للقاء في أي مكان في العالم حتى داخل ليبيا اللي يكون فيه صالح ليبيا ويؤدي إلى توافق، ولن نترك باباً إلا ونتركه من أجل الوصول لهذا الأمر. فهذا مبدأنا وهذا يعني هدفنا وهذا أسلوبنا في هذه المرحلة الحالية. والتقينا ولكن لم يكن هناك جدول أعمال محدد، لم يكن هناك أي اتفاق على ماذا سنناقش. التقينا حقيقة ساعات طويلة على انفراد لم يكن معنا أحد، وفي رأيي في تقييمي وزدت الآن اللقاء كان إيجابي جدا، وكان هناك تفاهمات كبيرة توافقات كبيرة على كل شيء. على تقييم أنه كان لقاء إيجابي وكان جيد، على الأقل استطعنا أن نفهم بعضنا أكثر، وربما حتى اقتربنا من بعضنا أكثر في كثير من الأمور. يعني في النهاية نبدأ أن نجد حلول من خلال الجلوس وحل نزاعاتنا بالحوار والتوافض التفاوض، ومن أجل أن يطمئن الجميع. ولابد من لابد أن يعني تلتئم الجروح، ولابد أن نعيد النسيج الاجتماعي إلى سابق عهده مهما حصل من القتال ومن الحروب. فمن النهاية يعني الليبيين لا نستطيع إلا أن العيش المشترك أو على الأقل التعايش المشترك. وللعلمك يعني أنا راني منفتح جدا، مستعد أن أذهب لأي مكان في العالم، ومستعد أن أذهب إلى طبرق وإلى القبة والبيضة للقاء مسؤول هناك. سيد الشح، ما نتائج لقاء رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة الإيطالية روما، وما أبرز الملفات التي جرى طرحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. اللقاء الحقيقة تم تنظيمه بشكل سري في البداية لإنجاحه ولمنع تدخلات بعض الأطراف التي لا تريد أن يصل الليبيين إلى حلول تعفي الوطن من هذا الانهيار الاقتصادي والأمني. ولكن بعد هذا اللقاء الجيد والإيجابي الذي توصل فيه الطرفين إلى نقاط التقاء وإلى خارطة عمل، بالتالي أعتقد أن هذا اللقاء هو بادرة طيبة تمت رعايتها من الحكومة الإيطالية لكي يتوصل الأطراف الليبية دون تدخلات من أي طرف أجنبي لحلول تعفي المواطنين من كل الإشكاليات التي يعانون منها اليوم. طيب، إذن هل جرى الاتفاق يعني على لقاءات أخرى بين الطرفين؟ نعم، البيان واضح أن هناك جدول للقاءات، وسوف يتم الاتفاق حتى على لجان كلا الجسمين لكي تبدأ اجتماعاتها الفنية. طيب، كيف كانت أجواء اللقاء بين الطرفين؟ حقيقة الأجواء كانت إيجابية جدا وبناءة، وكان الطرفين أبدى الطرفين استعدادهما للوصول إلى حلول منصفة لكل الليبيين تشمل الجميع، لا تهميش فيها لأحد. بالتالي أعتقد أنها خطوة إيجابية جدا وسوف يكون لها ما بعدها. طيب، كيف كان موقف السيد عقيلي صالح من المجلس الأعلى للدولة؟ حقيقة اللقاء يعبر عن نفسي، أن رئيسي الجسمين التقيا وأصدرا بيانا مشتركا بصفتهما كرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس أعلى للدولة. بالتالي هذا يثبت أن هناك رغبة، هناك نية صادقة هذه المرة للخروج من الإشكاليات التي نعاني منها.